عودة لكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين. بالفعل بحلقتنا لهذا اليوم أو تحديدا موضوعنا الآن راح نتكلم عن رياضة هوائية جديدة لم نعتد عليها في الكويت، وهي رياضة القفز بالمظلات من ارتفاعات عالية ومنافسة دول كبيرة وكثيرة سبقتنا في هذا المجال. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا اليوم بالاستوديو أحد أبطال القفز في المظلات والذي جعل علم الكويت يرفرف فوق سماء دولة البرتغال. باسمكم أعزائي المشاهدين رحبوا معنا بالمهندس سالم الميل، حياك الله. الله يحييك، ساعتنا أبرك، صبح عليكم بالخير على المشاهدين الكرام. وبهالمناسبة أحب أبارك حق صاحب السمو أمير البلاد ولي العهد الأمين والشعب الكويتي كافة بمناسبة الأعياد الوطنية، والله يديم المحبة على الشعب الكويتي وإن شاء الله الأمن والسلام والاستقرار يا رب. آمين آمين. قبل أن نتكلم عن موضوعنا، لأن الفيديو اللي في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في بعض المحطات المتلفزة حتى كانت خارج دولة الكويت اللي تناقلت هذا الفيديو، نبي نشوفه مع السادة المشاهدين ونرد نتكلم عنه. بعد ما شفنا هذا الفيديو يعني أبيك تسولف لنا أول شيء عن هذه القفزة، ولكن العلم هذا إيش كبره؟ العلم هذا ما شاء الله 10 بـ5، 10 أمتار بـ5، يعني كنت أطالع تحتي أشوف طوفة بس ما شاء الله. هو بروحه في وزن هذا العلم؟ والله كان وزنه 13 كيلو تقريبا، بالإضافة حق البرشوت اللي كان على ظهري تقريبا يمكن هم 13 كيلو ثانية. أكيد كان في وزن يعني. أكيد. طيب كلمنا عن الرحلة بشكل عام، شلون خططت لها؟ كذي وليدة صدفة ولا لا أنت والله تدري أنك بتروح هذا المكان؟ والله أمانة أخوي فهد اليعقوب أصبح عليه بالخير، وهو صاحب العلم وهو صاحب الفكرة، قفز قبلي تقريبا بـ3 أو 2 أو 3 سنين ما أذكر بالضبط، قفز بنفس العلم بإسبانيا وهو صاحب العلم. فقبل سنة تقريبا جتني الفكرة أن ليش ما أقفز بمكان ثاني، يعني كل سنة كل احتفال نسويه بمكان ونشوف لنا طريقة ثانية. فقال لي ايش رايك تسوي قفزه باسبانيا؟ قلت له لا احنا بنروح البرتغال، كنا مسوين يعني رحله سكاي دايف البرتغال. فوالله اتفقنا ان نروح نسويها هناك، ومنها يعني ديره ثانيه. والحمد لله الله وفقنا ورحنا البرتغال تدربنا عليها وسويناها الحمد لله. ممتاز. طيب تاخذ اعداد، يعني ندري ان بالفعل هناك تمرس الان في هذه الهواية وأنت ما شاء الله قافز قفزات كثيرة مو أول واحدة لك، ولكن مع العلم بهذه الطريقة المصور اللي طلع معك وغير هذه الأمور، تم الإعداد لها على الأرض قبل لا تصعدون ولا جربتوها بالهواء قبل لا تسجل؟ طبعا بلا شك، عشان أسوي قفزة علم أي علم يعني سواء حجم صغير أو كبير قبلها لازم في دورة، وفي مثل ما تقول اختبارات نظرية وعملية، وفي لها بريف قبل القفزه، لازم المدرب يعطيني بريف، المصور لازم يكون احترافي بشكل كبير عشان يقرب المسافه اللي شفناها. اكيد. يعني اللي صورني بطل بريطانيا ومنتخب بريطانيا بالقفز، ما شاء الله عنده 25,000 قفزه اليوم. وطبعا ما تقدر مني وطريقتي تقفز بعلم. أكيد. فلازم شوي تكون متدرب عليها وماخذ عليها مثل ما تقول ليسن او دوره معينه. ممتاز. طيب يعني مثل ما نشوف الحين في بعض اللقطات هذه بداية القفزة. إيه هذه فوق الغيم. ها هذه كنا فوق الغيم على ارتفاع 18,000 قدم، هذه كانت 18,000 قدم لأن كنا جروب كبير فنحتاج نرتفع ارتفاع أكثر. أي. وهذه كانت بإسبانيا. أي. كانت خلال مثل ما نقول إيفنت. أي. من كل دول العالم ناس مشاركة. ممتاز. تقريبا 200 قافز. فكانت توزع على جروبات، كل جروب اختص بحركات معينة. ناس كانت نسميها الفري ستايل، ناس الفورميشن. في تشكيل يصير فورميشن. في ناس تشكيل، في ناس الفري ستايل، في فكل واحد على حسب ميوله. طيب الحين انا عندي سؤال،
بس لان هذه اللقطه طلعت فالحين يوم قفزت في تحتك بيوت. اي نعم. ولكن يوم نزلت على الارض نزلت بمدرج. اي نعم. طيب شلون الطريقه؟ انت يعني التحكم يبلش من فوق، انت تدري انك بتروح هذا المكان ولا؟ طبعا احنا نكون عارفين المنطقه قبل لا اروح مكان. اي نادي اروح بقفز فيه قبلها يعطوني بريف على المكان، خريطه في ماب كامله، يعطوني وين المكان اللي انزل فيه، وين المكان اللي فيه خطر، اسلاك كهرباء، شجر، خلينا نقول اي خطوره، فيقولوا لك وين تنزل، يعطونك مثل ما تقول اماكن الهبوط والمكان الاحتياط، يلا لا يقول ما قدرت تنزل، وين تقدر تنزل مكان ثاني، مكان بديل. فمثل ما انت شايفين فعلا يعني المدرج او النادي بيصير بين المناطق اللي قاعد نشوفها او بين البيوت، بس على ارتفاع عالي انت تشوفه واضح. تشوفه اي واضح، خصوصا انت شايفه بالصوره قبل لا تقفز. صحيح. فانت من تبطل مظله خلاص انت دال وين بتروح، وين بتنزل. ونفس السياره ترى يسار يسار ويمين يمين. يمين. خلصنا. لا الحين يسار يسار ويمين يمين بباراشوت، بس الحين في اخر اللقطات شفنا ان انت لابس السوت اللي هي الوينك سوت. هذه الوينك سوت اي طبعا، هذه هم لها دوره خاصه. اي وهي مختلفه عن القفز بالمظله تماما. صحيح. طبعا هي يعني طول دقيقتين، انت طول دقيقتين لين تفتح الباراشوت. دقيقتين القفز الحر 60 ثانيه بالكثير. أي. تفتح باراشوتك. ممتاز. هذه تطول فيها دقيقتين لانك ما تطيح، ما في فري فول، لا. أي. تروح لقدام. اي كانك طياره بس فيها هبوط، فيها وسرعتك خلينا نقول الافقيه تصير اسرع من سرعه النزول. النزول وعلى ما قولتهم يسمونها سنجاب الطائر هذه. صحيح. إيه ف يعني كانت متعه الصراحه. ممتاز. طيب سالم شعورك وانت فوق يختلف اكيد، الحين اللي ما جرب ما يقدر يوصف هذا الشعور، ولكن ما يخالف حتى اذا قدرت تحط لنا اياها ببعض الكلمات، شلون شنو شنو الشعور؟ أمانة طبعا شعور أنا الكل يسألني عن الخوف. أي. بالنسبة لي الحمد لله ما في شعور خوف. وأقول حق الناس اللي حابة تجرب، أنتوا لأن تشوفون تخافون، بس لما تروح تركب الطيارة توصل عند الباب خلاص الشعور يروح هذا، لأن راح تشوف تحتك الدنيا خلاص، تبي تقفز أنت خلاص ما في، أنت خلاص يا تروح يا تقعد، ما راح يقعدونك بالطيارة يعني، ما راح يقعدونك، ما راح يخلونك يعني تقفز، فانزل لا يدزونك. أي. أي. انزل واستمتع بالقفزة يعني على قولتهم. إي تمام. ايضا هناك شغله ثانيه، في بعض الناس يخافون من الارتفاعات. بالضبط. هو يخاف يركب طياره بالاساس، فما بالك انط من الطياره، يعني هو هذا الهاجس ماله اني انا لا سمح الله لا يقول اطيح من الطياره ولا يصير شيء، فانت فما بالك باختيارها ينزل من الطياره. والله عاد شوف هذه تكون رادع الشخص نفسه. الشخص نفسه. انا والله عندي واحد من الشباب من ربعي في فوبيا من الارتفاعات. يعني اي مكان مرتفع دريشه خلينا نقول بعمارة عاليه يخاف يطل، ما يطل. اي بس دش دوره السكاي دايف واخذها سبحان الله، والحين خلاص راحت الفوبيا منها هذه خلاص. فالحين جرب ولا إيه لا تخاف، لا تخلي الخوف عندك. إيه هذا الشخص ما يبي يقعد بالارض الحين. إيه خلاص خلاص انا ادور السم العين. طيب ايضا سمعنا ان انت عندك شيء جديد وقريب، صحيح؟ والله الحظر يعني مفاجأة. أي. حق إن شاء الله بس الاحتفال الجاي عيد الوطن الجاي. أكيد. فراح تكون بمكان مختلف إن شاء الله، وراح تكون الآن العلم ما شاء الله أنت قفزت بالعلم، أيضا اللي معاك بالفريق أيضا قفزوا بالعلم من قبل، ولكن في شيء جديد نقدر نسويه او تقدرون تسوونه بالمستقبل؟ والله امانه احنا كنا نحاول ان نخلي الرياضه هذه رسميه بالكويت، ولكن لله الحمد الله سهل وتم انشاء فريق عسكري لقفز المظلات، تم تاسيسه حديثا يعني، واول فريق رسمي صار بالكويت. تبع عسكري هو الفريق؟ اي تبع الجيش الكويتي. ممتاز. واعتقد ان شاء الله البطولات الجايه ان شاء الله راح نشوف اسم الكويت ان شاء الله بهالبطولات هذه عن طريق فريق الجيش ان شاء الله. الله يوفقهم. سالم يعني او شيء يعني الله يحفظك، هذا اهم شيء اجمعين بالموضوع، ولكن هل من رساله توجهها للساده المشاهدين، خصوصا انت الان يشار لك باللي قفز بالعلم، سالم اللي قفز بالعلم، فهل هناك رساله تبي توجهها للساده المشاهدين؟ والله اول شيء حاب اشكرهم الصراحة، اللي شفتها بالسوشيال ميديا. أي. وبالتلفزيون خلاني أنا استانس. أي. شفت وناسة الناس وناسة الشعب الكويتي فرحتني صراحة. أي. رسالتي لهم بقول لهم مشكورين ما قصرتوا ورايتكم بيضة ومشكورين على الدعم، ودي أقول لهم جربوا الرياضة ترى حلوة. جربوا الرياضة جربوها ترى حلوة. بالفعل يعني إحنا أيضا عندنا أحد الأشخاص دائما يردد أن الآن إذا ما جربت هذه الهواية أكيد أنت راح يطوفك الشيء الكثير، ولكن بمجرد ما تقعد مع صاحب الشان ويتكلم لك عن هذا الموضوع أكيد يعطي حافز، يعطي دافع. مثل ما تفضلت في وسائل التواصل الاجتماعي الكل أجمع أنه بالفعل العلم لما نشوفه فوق، علم الكويت تشوفه فوق
على بمختلف الدول، اسبانيا، البرتغال، وحتى بالكويت الان الواحد يشعر بالفخر والاعتزاز، فما بالك بصاحب القفزه نفسها. بالضبط، طبعا شعور القفز هذا بروحه يعني خلينا نقول شعور حلو، فما بالك انت علم الكويت، شايل علم الكويت، شايل علم الكويت. يعني قافز وياك علم الكويت. صراحه شيء يعني فخر، تحس فيه فخر، تحس بعزه نفس علم ديرتك انت رافعه بالسماء اكيد، وبكذا دوله وبكذا دولة. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني الاحتفال جاي راح يكون شيء جديد، فكره جديده، مفاجاه ان شاء الله، نقول مفاجأة. ان شاء الله شيء جديد باذن الله. المهندس سالم الميل مشكور جدا ويعطيك الف عافيه، وفرحتنا للامانه وفرحت الشعب الكويتي بهذه القفزه، والان هي تعتبر واحده من اكثر الفيديوهات ان صح التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي تداولا خلال الفتره الاخيره وفتره الاعياد. مشكور يا سالم ويعطيك الف عافيه. مشكورين وما قصرت على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، المهندس سالم الميل صاحب القفزه الشهيره بعالم الكويت فوق سماء دوله البرتغال، شكرا لكم مره ثانيه. فاصل راجع لكم.